وحول مطار عدن على وجه خاص، ومعنا من الرياض المتحدث باسم قوات التحالف ومستشار وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري. السيد العميد، ما حقيقة ما يجري حول مطار عدن، وما مدى يعني ما مدى دقة ما يقال عن مشاركة قوة عربية محدودة هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بك أخي وبالسادة المشاهدين. حقيقة ما يجري حول مطار عدن أن المقاومة الشعبية ولله الحمد تحقق نتائج إيجابية، أنه القوات الجيش النظامي اليمني الداعم للشرعية وبمساندة اللجان الشعبية يتمكنوا ولله الحمد من تحقيق نتائج إيجابية، وهذا هو المطلوب. قيادة التحالف ملتزمة بدعم اللجان الشعبية و القوات الموالية للشرعية لحماية المدنيين من ممارسات الميليشيات الحوثية، والدعم يشمل جميع مناحي الدعم. هناك التزام من قبل قيادة التحالف بالأهداف المحددة لعملية إعادة الأمل، على رأسها منع الميليشيات الحوثية من استمرار عملياتها وحماية المدنيين وتسهيل أعمال إغاثة. هذا الدعم يعني إلى أي مدى يذهب، ويعني ما حقيقة ما قيل عن مشاركة قوة عربية محدودة؟ يعني رجاء أن تجبني بوضوح. سوف أجيبك بوضوح كما عهدتونا، دائما نجيبكم بوضوح. أولا أخي الكريم، تعلم أنه لا يمكن أن نعلق على عمليات مستقبلية أو عمليات جارية. ثانيا، الخيارات جميعها مطروحة، ولكن أؤكد لك أنه لو نفذ اليوم إبرار من البحر داخل عدن لا أكدنا لكم ذلك، ولا وصلت لكم المعلومات من خلال المؤتمر الصحفي المعتاد الذي تعودتم عليه خلال عملية عاصفة الحزم. تظل جميع الخيارات مطروحة، كالتحالف لن تألو في أي جهد لدعم المقاومة وتحقيق نتائج إيجابية على الأرض، ولذلك أؤكد لك أنه هذا اليوم لم يتم إبرار أي قوات على الأرض. لم يتم إبرار أي قوات من البحر، يعني هذا يجعل الباب مفتوحا أمام إمكانيات أخرى. قلت إنكم لا تعلنون أو لن تعلنوا عن أي عملية، هل هذا يعني أن هناك عملية ربما تكون سرية تجري الآن في مطار عدن؟ أخي الكريم، وأنت خير من يعلم هذه الأمور، أنه ليس من مصلحة سلامة العمليات أو سلامة من يقوم بها أن يتم الإعلان عن تفاصيل من خلال الإعلام. سوف تبلغون بأي عمليات تتم على الأرض، ولكن أؤكد لك أنه هذا اليوم لم يتم إبرار أي قوات داخل عدن. نعم، في حال كانت هناك أي عمليات سواء الآن أو مستقبلية، هل ستكون في عدن فقط أم في عدة في مواقع حيوية أخرى ربما تكون في اليمن؟ أولا، قيادة التحالف تدعم اللجان الشعبية ورجال القبائل والجيش اليمني الموالي للشرعية في كامل الأراضي اليمنية. تعلمون أن عملياتنا تمت بدعم الأخوان في الضالع، في شبوة، في مأرب، وأينما يكون هناك حاجة للدعم سوف تقوم قيادة التحالف بواجبها في هذا الخصوص ضمن إطار الأهداف اللي ذكرتها لك، وبالتالي لا يوجد تركيز معين على منطقة معينة دون أخرى. بالنسبة لنا، أمن المواطن اليمني هو أمنه، هو نفس المواطن سواء في عدن أو في غيره من المدن. نعم سيد العميد، مراسلنا أفاد نقلا عن مصادر في المقاومة الشعبية أن هناك فعلا قوة محدودة من عشرات الأشخاص تشارك في القتال في محور عدن أو حول مطار عدن. كان هناك حديث عن لهجات متحددة، كانت هناك صور خرجت إلى الإعلام، كيف يمكن أن تشرح لنا ذلك؟ لو تعذرني، أنا لم أشاهد هذه الصور لأي قوات متواجدة. من يتواجدون هم اللجان الشعبية هذه الصور معنا على الهواء سيد العميد إذا كنت تشاهد شاشتنا. نعم أنا معك، لا يوجد تأكيد على أن هذه الصور تعود لنوع جنسيات هؤلاء المقاتلين. ذكرت لك أن هناك عناصر من الجيش اليمني تقوم بدعم اللجان الشعبية على الأرض. ما نقوم به هو في إطار دعم هذه اللجان وحماية المواطنين، وإذا تمت عمليات مفصلة سوف يتم الإعلان عنها. الجيش اليمني حاضر
بالشق الذي يوالي الحكومة الشرعية، ويجب أن لا يخرجوا خارج المعادلة كونهم يكونون بتجهيزاتهم ويقاتلون ضمن اللجان الشعبية، فهذا حق وحق مشروع للجيش اليمني للدفاع عن شرعيته وحماية المواطنين. شكرا جزيلا لك العميد الركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف ومستشار وزير الدفاع السعودي، كنت معنا من الرياض.